هنبتدي بتجربة دوري الجامعات الأمريكي وإزاي احترفت في دوري الجامعات بعد ما جاتلك المنحة وانت في الناشئين. يعني طبعا أول حاجة كان عندي 18 سنة مع المنتخب، كنت مع المنتخب الكبير، كانت أول سنة أول مرة أروح المنتخب الكبير. كان كابتن عمرو بخير، كنا رايحين نلعب بطولة بتاعت أفريقيا في كوت ديفوار اللي خدنا فيها تاني وتأهلنا كاس عالم. كان هي دي البطولة اللي انا اتشافت فيها في امريكا وناس شافوني في امريكا. يمكن يعني كان قبل كده ما كانش فيه اي يعني ما كانش فيه اي بوادر قبل المرحلة ديت، يعني هي جت مرة واحدة وانا ما كنتش مخطط لها وما كانش فيه اي كلام عنها قبلها بصراحة. بالعكس يعني انا كان جاي لي منحة ان انا اروح ادرس والعب في الجامعة الامريكية في دبي، وكان هو يعني كنت اروح ادرس هناك بصراحه وما كنتش الموضوع ما كانش في دماغي خالص، لحد ما يعني تواصلوا من خلال حد من الناس في امريكا اسمه احمد عوض الله، يعني هم الناس اللي شافوني هناك كلموه بحكم ان هو مصري ويعرفوه، وهو حاول يوصل لي ووصل لي عن طريق الفيسبوك يعني. والبدايه كانت من هنا يعني، بدات الكلام شويه وواحده واحده الموضوع كبر في دماغي اكتر وسافرت يعني، وكان عندي ساعتها 18 سنه، كان 2013 2014، ورحت السنه الاولانيه ديت في الهاي سكول عشان اخد السات، وكانت البدايه من هنا يعني. يمكن انا قبل ما اروح الهاي سكول كان في جامعه معينه، كان جامعه سنسناتي كانت مكلماني وانا هنا في مصر، بس لما رحت هناك جامعات تانية كتير شافتني وبدات جامعات كتير تكلمني علشان انضم ليهم يعني. ووقع اختياري في الاخر انا رحت جامعه لوفو او لويفيل زي ما ممكن الناس هنا بتقولها. طبعا كان مدرب كان كبير جدا، البروجرام ككل كان بروجرام يعني يعتبر من توب 5 احسن 5 بروجرام في تاريخ امريكا يعني. البدايه بتاعتي كانت صعبه يعني، الفرقه كبيره، انا برضو كنت لسه الانجليش بتاعي ماخد واحده واحده مش زي دلوقتي خالص. البوزيشن بتاعي يعني اللي كان بيلعب معايا في الفرقه كان واحد اسمه مونتريز هير، بيلعب في الان بي اي دلوقتي، اول سنه ما كنتش بلعب كتير، بس تعلمت كتير جدا في اول سنه ديت، استفدت كتير، قدرت ان انا اخد خبرات كتير، قدرت ان انا دي اللي ساعدتني بعد كده يعني. تاني سنه بقت احسن، تالت سنه بقت احسن، على ما وصلت الرابع سنه اخر سنه في الجامعه يعني كنت كابتن الفرقه وكنت السنتر الاساسي في الفرقه يعني، ودي كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي يعني. ايه الخبرات اللي ممكن تنقلها بعد كده من الجامعه الامريكيه؟ طبعا هو مختلف عن الدوريات في اوروبا او الدوري الام بي اي، لكن اكيد برضه هيكون في حاجات فرقه كتير قوي عن مصر. ايه اللي شايفه ممكن مصر تستفيد منه في الفتره دي؟ لا يعني هي بس المشكله ان احنا عندنا ما بنتعاملش مع الباسكت على ان هو رياضه احترافيه يعني. احنا عندنا بس مشكله شويه في مصر ان احنا مش قادرين ندي الباسكت حقه. طبعا نادي طبيعي جدا في العالم كله، الناس كلها بتحب الكوره، الكوره بالنسبه لهم هي الرياضه الاحترافيه، لكن لا الباسكت والهاندبول والفولي دي رياضات طبعا احترافيه جدا. في امريكا الناس بتتعامل مع الباسكت كمصدر دخل، الناس بتتعامل معاه كبروفيشنال لازم على اعلى ليفل، وده الحاجه اللي انا اتعلمت يعني ان ده اكل عيشي وان ده شغلي لازم احط فيه 100%. ازاي اقدر ان انا احسن من نفسي لدرجه ان انا اعمل حاجه في الباسكت مش بس ليا، لا لعيلتي كلها. يمكن الفكر ده هم عندهم في امريكا بيبداوا من هم صغيرين جدا، ناس كتيره من هم عندهم 10 سنين وهم بيتزرع فيهم حته ان الرياضه دي ممكن تنقل لي حياتي كلها. بص على الام بي اي دلوقتي مثلا كمثال يعني، لعيبه كتير من الام بي اي مثلا بيجوا من عائلات ماديا مش كويسه، لعيبه كتير جدا كانوا بيجوا من عائلات هومليس ما عندهمش بيوت، بيمسكوا في الرياضه وهي دي اللي بتنقل لهم حياتهم كلهم. احنا برضو هنا لسه شويه مش واصلين للمرحله ديت، طبيعي احنا ما بنجنريتش نفس الاماونت اوف ماني اللي هم بيطلعوه، والموضوع عندنا اللي لسه البيزنس ما كبرش، لكن هو البيزنس عمره ما يكبر غير لما العقليه بتاعت اللعيبه وعقليه المدربين وعقليه الانديه والاتحادات كلها تتغير، وهي دي الحاجه اللي احنا محتاجين نستفاد منها بصراحه. بمناسبه العقليه، يمكن واضح قوي اخر سنه او اخر سنتين ان الانديه بدات تعتمد على مدربين اجانب، حتى المنتخب رجع للمدرب الاجنبي مره تانيه. شايف ايه اللي بيميز المدرب الاجنبي عن المدرب المصري يساعد على تطور اللعبه؟ والله زي ما يعني هي في الاول وفي الاخر بترجع للعقليه الاحترافيه. احنا شويه عاطفيين، احنا شعب عاطفي، مش قادرين لوحدنا نخرج بره الدايره اللي احنا عاملينها، بمعنى ان احنا الرياضه كانتماءات طبعا دي حاجه حلوه جدا، بس هي كانتماءات بالنسبه للجمهور بالنسبه لنا احنا. لو احنا عايزين ننمو بالرياضه كرياضه احنا لازم نبدا نفكر بشكل احترافي. يعني ايه؟ اللعيب الكويس بيلعب،
ولو انا لعيب مش كويس ما اقدرش ان انا افضل انا موجود في الفرقه وانا مش لعيب كويس، ما هو ده مش احترافي. ونفس الكلام يعني في كل حاجه، لكن ان انا اطبق ده مشكله، ان احنا طول ما احنا بنفكر بشكل عاطفي عمر ده ما هيتطبق على ارض الواقع. وبهذا الاساس عمر ما اوصل ان انا اعلي الليفل بتاع اللعبه في مصر كلها ككل. يعني طبعا المدربين حاجه كويسه ان انا اجيب مدارس مختلفه، لان طبيعي جدا المدرب المصري بيبقى ليه فكر مختلف عن مدرب اسباني، عن حتى اليوناني عن الاسباني بيختلف، الامريكي عن الاوروبيين كلهم بيختلف، كل دي مدارس مختلفه جدا. تداخل الفكر المختلف ما بين كل مدرب ومدرب، ما بين دوله ودوله، دوت هيفرق معانا احنا جدا في مصر، ان اللعيبه بتتعرض لافكار مختلفه. احنا باسكت تكتيكيا اعتقد اعلى رياضه في كل الرياضات اللي انا شفتها. يعني الفولي ما فيهوش تكتيك زي الباسكت، الهاندبول في تكتيك طبعا بس مش زي الباسكت، حتى الكوره ذات نفسها 11 لعيب، الملعب كبير جدا التكتيك ما بيبانش، لكن احنا هم 5 لعيبه وملعب صغير، فالشغل الفني بيفرق قوي. وفي ستايلات معينه في الباسكت عندنا بتنجح مع ستايلات تانية، بس ممكن تلعب ستايل مختلف شويه ما تنجحش، فبيبقى مهم جدا اللعيبه تبقى ملمه لكل الستايلات المختلفه ديت، علشان حتى اعرف اتصرف جوه اجواء الماتش. حتى لما اروح العب دولي، انا بروح العب ماتشات دوليه بلاعب فرق في بستايلات مختلفة جدا، في الفرقة اللي بتضغط، في الفرقة اللي بتلعب زون، في الفرقة اللي بتشوط 3 بونت كتير، وفي الفرقة اللي بتخش على الباسكت كتير. عشان ابقى انا قادر ان انا اشوف حل لكل المشاكل اللي بتحصل في الماتشات ديت، هيبقى لازم ان انا اكون ذات نفسي خط التجربة ضدها مرة واثنين وثلاثة، جوه بقى الدوري، جوه ماتشات ودية كتير مع المنتخبات، مع كل الكلام دوت. ودي الحاجة اللي احنا محتاج يعني كنا محتاجينها الفترة اللي فاتت، يمكن جزء من الحاجات اللي كانت بتاثر فينا في ماتشاتنا الدوليه، ان احنا بنروح نلعب انت ما خدتش خبره دوليه. في يعني مدرستين، مدرسه ان عدد المحترفين في الدوري يكون محترف واحد لكل نادي عشان الزياده تاثر على عدد المصريين اللي هيشاركوا، في مدرسه تانية تقول لا ان يبقى في 2 محترفين، ده حتى المصري اللي مش هيشارك لما يلعب ضد المحترف ده في التدريبات خبرته هتزيد. انت بتميل لانهي جزء منه؟ بص كل الكلام ده على الورق الفلسفه دي بتنجح او الفلسفه دي صح، وعلى الورق الفلسفه دي صح، بس هي المشكله انت هتنفذ ازاي. بمعنى احنا دلوقتي عندنا مشكله في مصر، مشكله كبيره جدا، ان احنا ما عندناش بوينت جاردز كتير صغيرين صانع العاب كتير كويسين، كان في مصر هم احمد عادل ممكن واحد او اتنين كمان. والمشكله ان كل الفرق بدات تتجه ان هي بتجيب المحترف بتاعها صانع العاب، فحصل المشكله ان احنا كل الالعاب صناع الالعاب بتوعنا في مصر ما حصل لهمش الديفلوبمنت وهم صغيرين. فلو انت هتروح تجيب 2 محترفين وتلاعبهم هم الاثنين 40 دقيقه، والانديه كلها بتعمل الكلام ده، لان الانديه كلها ما بيفرقش معاها غير ان انا عايز اكسب، والجمهور بيحط الضغط على اللعيبه والانديه ان انا ماليش دعوه انت بتعمل ايه، هات لي لعيب يجيب 40 بونت وكسبني وخلاص، لكن ما حدش بيبص لقدام، ولا انديه ولا اتحادات، مش في الباسكت بس على فكره الكلام ده، اكيد في كل الالعاب الثانيه، بس انا بتكلم على حكم الباسكت يعني. فلو انا قدرت ان انا اجيب 2 محترفين بس بحط قيود معينه في طريقه اللعب، بلاد تانية عندهم 2 و3 محترفين بس ما تلعبش الثلاثه كلهم في نفس الوقت مثلا، في كذا طريقه تقدر ان انت تبقى حاطط قيود لحاجه زي كده عشان ان انت تسيطر على وقت اللعب بتاعهم وتدي للمصريين، دي حاجه. بس لو انت مش قادر تعمل كده طبعا دي حاجه هتضرنا جدا، لان زي ما قلت لك الناس كلها بتحط عليها قيود ان انا عايزك تكسب وخلاص، هات لي 2 محترفين، اجيب 2 محترفين يلعبوا 40 دقيقه، ده يحط 20 بونت وده يحط 40 بونت، وبقيه الفرقه مالهاش لازمه. سنه سنتين ثلاثه هتحصل مشكله اقتصاديه والمحترفين دول هيمشوا ومش هتعرف تجيب، زي ما حصل في اي حته في العالم. يعني ده الصين السنه دي بيلعبوا من غير محترفين، احنا كنا قبل كده مشينا المحترفين بسبب مشاكل اقتصاديه بتحصل في اي حته في العالم، كده هتبقى الدوري بتاعنا هينزل خلاص، ما انت من اللعيبه التمصيريه بتاعتك ما تلعبش. فهي دي المشكله، ان سواء انت هتخلي يفضل محترف واحد او هتجيب 2 محترفين لازم يكون في تخطيط وخطه كامله ما ينفعش احط قانون او اطلع قرار مره واحده انا عايز 2 محترفين من غير ما يبقى في قيود.